خبر عاجل، ولأول مرة يحدث في لبنان، وزير التربية والتعليم العالي طارق المجدوب يعلن البدء بالتعلم عن بعد. الله يستر. نعم ماما، تعملي قهوة؟ ماما عم بدرس، خلي اختي تعمله. قاعدة عم بدرس. انا عم بلعب. روح لعب بمكان تاني. طب سؤال، براكم فهمتوا شيء؟ أنا ما فهمت شيء. أنا موجودة بعد عمل يعني، بس أنا بعمل حضور. يا هديل. نعم نعم. إيه مش فهمانة. أعلن وزير التربية عن بعد في جميع مراحل التعليم فيها عن بدء التعلم عن بعد. المجدوب يعلن البدء في يعلن ايه مش فهمانه.